فيها. هل الصيام يسقط بالكلية أيضا في بعض حالات المرض؟ نعم، هو بالنسبة للصيام المرض على أقسام متفاوتة. فهناك المرض الخفيف كصداع يسير ووجع ضرس وما أشبه ذلك، فهذا ما يجوز فيه الإفطار، يلزمه الصيام. هذا هو الرأي الراجح في المسألة؟ نعم، هو رأي ثابت يعني؟ لا، هذا رأي راجح، وإلا بعض أهل العلم مثلا محمد بن سيرين رحمه الله كان يفطر من وجع في أصبعه، يأخذ بعموم فمن كان منكم مريضا، وهو من هو علما وورعا وإمامة، ربما كان يعني يريد أن يوسع على الناس يعني. ربما نعم، لكن هذا الذي عليه جماهير العلماء بأن المرض إذا لم يكن الصيام مؤثرا عليه، يعني لا يتسبب فيه ولا في زيادة ولا يؤخر برأه، فإنه يجب عليه أن يصوم. طيب، النوع الثاني مريض يستطيع أن يصوم لكن مع مشقة يسيرة، فمثل هذا نقول له يجوز لك أن تصوم، ولكن الأفضل أن تفطر، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. ولا يقال له صوموا تصحوا وهذه في صحتك؟ لا، ما يقال له ذلك. ثم النوع الثالث هو المريض الذي يشق عليه الصوم مشقة عظيمة، بحيث ربما يؤدي إلى ضرر من إتلاف عضو أو إذهاب حاسة، فمثل هذا نقول له يحرم عليك الصوم، لأن الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. وهذا أيضا يشمل الشيوخ الكبار والنسوة العجائز، فإن بعض الناس يشكو من أن جده أو أن أباه بلغ من الكبر عتيا لكنه مصر على صيام، حتى إن بعضهم تقول له أفطر يقول لك سبحان الله أنا أصوم من 80 سنة، أنت الآن تأتي تقول لي أفطر. هذا من حبه للصيام ومن إلفه للطاعة، لكن نقول له الله جل جلاله الذي أوجب عليك الصيام هو الذي أوجب عليك الفطر. نقول له اطمئن، أجر الصيام مكتوب لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا. لكن بعضهم يقول لك يعني أنا أصلا هذا مرضي سيميتني، أنا كبرت في السن وكذا، فيعني أنا أموت صائم أفضل لي. ما أدرك أنه سيميتك، كم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. نقول له والله جل جلاله أبدلك من هذه العبادة عبادة أخرى وهي الإطعام. نقول له أطعم وأجر الصيام مكتوب لك ولك أجر الإطعام. لكن هو إذا أطعم يعني يسقط عنه الصيام بالكلية؟ نعم يسقط، ما هو إبدال. هذا لمن يكون مريض زمن، هذا المريض الزمن والشيخ الكبير والمرأة العجوز. أما بعد ذلك المريض مرضا طارئا والمسافر والحامل والمرضع والحائض والنفساء، هؤلاء الستة يلزمهم القضاء. حتى لو بعد سنتين ثلاثة المحامل والمرضع أحيانا يعني تكون عندها استمرارية، يلزمه القضاء قبل أن يدخل رمضان الذي بعده. وهل يلزمهم إطعام؟ لا، بالنسبة للحامل لا، القول الراجح بأنه ما يلزمهم سوى القضاء حتى المرضع. طيب، والرأي الذي يقول بأن الحامل والمرضع يعني يطعمون ولا شيء عليهم بعد ذلك؟ هذا قال به عبد الله بن عباس وأبو هريرة رضوان الله عليهم، ولكن الذي عليه جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة بأن الحامل والمرضع يلزمهم القضاء. لماذا؟ لأن الحمل والإرضاع عذران طارئان يزولان بزوال سببهما. ومن قال الجمع بين الإطعام والقضاء؟ المالكية يقولون هذا في حق المرضع، يعني هم يفرقون بين من يفطر لمصلحة نفسه كالحامل وبين من يفطر لمصلحة غيره كالمرضع، ومن أنقذ غريقا فأفطر يقولون هذا يقضي ويطعم. أي. وهذا الرأي يعني؟ لا، هذا أيضا مرجوح. هذا رأي نعم. مرجوح، وبالتالي الصيام إذا لا يسقط إلا عن الأصناف التي ذكرتم الثلاثة، اللي هي المريض الزمن والشيخ الكبير والمرأة العجوز. هؤلاء ينتقلون من الصيام إلى الإطعام. نعم. ولذلك بعض الناس يقول لك أنا مريض أصوم أو ما أصوم، نقول المرجع إلى الطبيب الحاذق الموثوق. فإذا قال لك بأن هذا المرض الصيام ما ينفع معه، ما ينبغي لك أن تخالفه. يعني مثلا بعض الناس عنده نوع من السكري، فالطبيب يقول له لا تصم، يقول لك لا أنا كويس والصيام ما يؤثر معي. لا، الطبيب ينظر إلى المآلات، بأن هذا الصيام يؤثر على البصر، يؤثر على كذا، فواجب عليك أن تتقيد بالذي يقول. طيب هناك بعض الناس يقول لك الإنسان طبيب نفسه، فهو يقدر إذا كان وجد المشقة أو الرهق يعني يأخذ برخصة الإفطار في المرض إذا بدت عليه أعراض مرض أو ما شابه، هل هذا يسوغ؟ هذا بالنسبة للأمراض الطارئة هو مريض نفسي، لكن بالنسبة للأمراض المزمنة لا بد من استشارة الطبيب.